مساء الخير. حدث فوق العادة أثار حبرا كثيرا في الكويت. المعلومات صحفية محلية كويتية تتحدث عن الكشف عن خلية تجسس تابعة للحرس الثوري الإيراني. الحدث فوق العادة، تتنافس صحف الكويت على التعاطي معه والمغامرة في بث المعلومات بشأنه. بالمقابل تعاملت حكومة الكويت مع الأمر بهدوء عجيب، حتى أن رئيس البرلمان تمنى لو كانت هذه المعلومات غير صحيحة، لكن الأمر على ما يبدو صحيحا على ذمة تقارير أمنية كويتية رغم نفي وزارة الخارجية الإيرانية، على أن الحكومة الكويتية لابد ستصدر بيانا رسميا يوضح ملابسات كل ذلك. سجلت إطلالة على الحدث الكويتي ونقاش في تلك الخلايا الإيرانية التي لطالما تحدث عنها أكثر من طرف في منطقة الخليج العربي. نناقش هذه المسألة مع أستاذ محمد. شبكة سرية للحرس الثوري في الكويت، وخاصة تسريبه للإعلام بهذا الشكل، هو نوع من أنواع محاولة الضغط على التواجد أو الضغط على الإيرانيين، إضافة محاولة لكشف أو الاستعداد لما سيحدث في المستقبل من مواجهة ما بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، خاصة مع تسارع الإجراءات. وحسب معلوماتنا أن هناك الكثير من الأحداث التي تقع من قبل الحرس الثوري في المنطقة ولا يعلن عنها، محاولة لدرئها ومحاولة لعدم مواجهة إيران بشكل مثل. نحن نعرف شبكات كثيرة يتم القبض عليها، تسريبات كثيرة عن مسألة غسيل الأموال في البحرين مثلا الشهر الماضي. الآن أصبحت الأمور تسرب للإعلام، لم تكشف بل تسرب تسريب من قبل الأنظمة الخليجية للإعلام للحديث عن أن إيران لها نوايا عدوانية أكثر، أنها بدأت العمل. ولكن أنا أعتقد إيران تعمل منذ وقت طويل في المنطقة، وهي منذ الحرب العراقية الإيرانية، الحرب الخليج الأولى، وهي لديها شبكات وكشف عنها في الكويت، وحدث التفجيرات في الكويت من قبل منظمة من قبل المخابرات الإيرانية ومن الحرس الثوري الإيراني بالضبط. وما حديث القائد ضاحي خلفان قائد شرطة دبي إلا تبيان لمدى المواجهة، حالة المواجهة وحالة لسبب أن هذه الخلية هي أمر طبيعي لدولة مثل إيران لديها مصالحها القومية العليا ودولة مهددة فعلا بضربة عسكرية، وفي هناك إعداد جد مجرى. أولا حجم المعلومات على ضآلته يدلل على أن الإيرانيين أو على أن هذه الخلية تمتلك أجهزة تشويش، حتى أن بعض التقارير تقول أن الولايات المتحدة فوجئت بهذا التقدم العلمي للمعدات اللي يمكن أن تشوش على الطائرات والرادارات وأجهزة الاتصال وغيرها. البعد الآخر وهو أن هذه الخلية فيما يبدو أن لها امتدادات خليجية، فموضوع الشك للوزير الوزير البحريني هو كان طرف الخيط الذي كشف كل الشبكة، وكذلك تورط عديد لذلك الكشف عن الخلية في الكويت أتى بتعاون أجهزة أمنية خليجية صحيح. وربما يعني هذا التحفظ على، لأنه مثل ما قال الناطق باسم الحكومة الكويتية، ما ذكرنا حتى اللحظة هو جزء صغير من جبل الجليد من حجم المعلومات التي قطاع كبير من الأخوة الشيعة الخليجيين الذين لديهم علاقات وثيقة جدا مع إيران. بالإضافة إلى ذلك هناك نوعين من الأخوان الشيعة، في النوع الذي من أصل إيراني يعني فرس يعيشون في المنطقة الخليجية من زمن طويل، وخاصة في الكويت لديهم يعني يعتبرون من أهل البلد الأصليين، لأن الكويت الجنسية فيها أنواع، الجنسية الأولى الثانية الثالثة، في كثير من لديهم أصل فارسي لديهم الجنسية الأولى، ويعتبرون من مؤسسين لدولة الكويت، ويعتبرون من المشاركين، من بعضهم من العوائل العشرين اللي تعتبر العوائل العشرين المؤسسة للكويت الحديثة. لذلك هذه المشكلة خاصة بالكويت، حساسية هذا الأمر يجعل من السلطات الكويتية تتحفظ في إعلان مواجهتها أعتقد أن التسريب تم بسبب أن الأمريكان اهتموا بالموضوع ولذلك يمكن ألحوا في التسريب، إضافة أن الأمريكان يريدون أن يشيروا للكويتيين أن إيران ليست دولة صديقة ولا تعد حليفة للكويت أو تنظر للكويت بسلام مدام أن لديها شبكات موجودة وحرس الثوري يعمل.
الأمير الكويتي الراحل تعرض لمحاولة اغتيال من منظمة من قبل المخابرات الإيرانية، واتهم بعض أعضاء حزب الله فيها أثناء الحرب العراقية الإيرانية. يوجد كثير من الاتهامات والسباب والشتائم داخل مجلس الأمة الكويتي ما بين أخوة الشيعة والأخوة السنة، ما بين الطرفين، ويتم اتهام الشيعة بأنهم حلفاء وعملاء لإيران. هذه تحدث الكثير من القلق لدى القيادة الكويتية ولدى الكويتيين، بحيث أنها تفرق بينهم وتحاول أن تثير الفتنة بينهم. لذلك يأخذون الأمر بجدية، ويحاول لما البيان الكويتي يقول أنه ليس لا يوجد كويتيين في ضمن الخلية، يحاول أن يبرئ شعبه، يذهب من أجل الدفاع عن مشروع الدولة الإيرانية، مشروع الدولة الإسلامية الإيرانية، مشروع الثورة الإيرانية، بهذا البعد العقائدي. إضافة إلى ذلك، يجب أن لا نستغرب ولا نستبعد كذلك ما يسمى بالتشيع السياسي لدى المواطنين العرب العاديين، بمعنى أنه يعتقد أن إيران هي قبلة التغيير في المنطقة، وهي المواجهة والممانعة، وإلا كيف يعني تفسر عدد من الـ اللي قبض عليهم أو الذين هربوا هم من السنة السوريين، وفي بعض دول الخليج في سوريين سنة لا علاقة لهم بالمذهب الشيعي. إذا أنا أقول أن هناك يعني تشيع سياسي وأوركسترا كاملة تعزف هذه المعزوفة. كل العرب يجب أن يلتحقوا بالقاطرة الأمريكية ضد العدو الشيطان الأكبر. لا، أنا أقول لك الحفلة ما بدأت من دول الخليج، الحفلة بدأت من إيران. تحذيرات من عام 2006، حد علي شمخاني كبير العسكريين، مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية اللي هو أعلى قيادة هناك، حذر دول الخليج وحلوشهم قبل أن يقولوا دول الخليج أي شيء. كم مرة يهددون إذا قامت الولايات المتحدة بضربنا سوف نضرب دول الخليج، ودول الخليج كل بياناتها الرسمية وكل تصريحاتها الرسمية تطالب بحل سلمي للمشكلة الملف النووي. لم يدعو أحد من دول الخليج بأن تقوم الولايات المتحدة بالضرب باستعمال العسكري، بالعكس بذلوا كل الجهود لإقناع الأمريكيين بأنهم لا يقوموا بالضرب، لأن هم الذين سيتضررون دول الخليج. لكن المشكلة مو مشكلة أنه هذا العدو، المشكلة هناك عدو آخر اللي هو إسرائيل، لديها أيضا توجهاتها ولديها مشروعها ولديها مصالحها. هي لن تنتظر الولايات المتحدة ولن تنتظر دول الخليج القيام بضربة لإيران، لكن إيران تلعب على ورقة أنه لو ضربنا فسوف نضرب المصالح الغربية الخاصة البترول، وبالتالي تدمير اقتصاد العالمي وشله عبر ضرب دول الخليج. من هو العدو في هذه الحالة؟ هل هي دول الخليج التي تدعو للحل السلمي، أم إيران التي تهدد بضرب دول الخليج لأنها تقول أنها ضرب دول الخليج يعطل الاقتصاد الغربي، وخاصة الاقتصاد الغربي يعيش على النفط؟ العدو واضح والذي يهدد واضح. أما أن يكون لنا عدو يا إسرائيل يا إيران، ممكن أن يكون لنا عدوين وثلاثة وأربعة وخمسة، نحن نعرف أن المواجهة مو لازم نختار واحد. هناك معلومات دقيقة لدى السعودية، لدى الكويت، ولدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن المتفجرات قد تم نقلها من الكويت، بمعنى آخر أن الخلايا الموجودة في الكويت قد استغلت الأجواء الديمقراطية الموجودة في الكويت. ويجب أن ننسى أن النظام الكويتي ليس نظاما بوليسيا، أنت لا تشعر بأنك مطارد وملاحق بالكويت. فلذلك على ظل وجود الصحف الحرة وإذا البرلمان ونظام يتحمل أو متحمل للانتقاد، فهؤلاء استقلوا هذا الوصف الكويت. فبعد الحرب الإيرانية العراقية والرئيس رفسنجاني حاول تغيير الوصف، وأيضا في فترة الرئيس خاتمي تحسنت العلاقات بين البلدين، كانت هناك زيارات على أعلى المستويات واتفاقيات بما فيها اتفاقية تعاون أمني بين البلدين. ولكن في أربع السنوات الخمسة الأخيرة الوضع تغير، يبدو أن استخبارات الحرس التي مسيطرة على البلاد، على إيران وفيلق القدس، يعني العلاقات مع الدول المجاورة صارت جزءا من مسؤوليات هذين الجهازين، يعني فيلق القدس وأيضا استخبارات الحرس. فهذا ما نراه اليوم نتيجة لنشاط هذين الجهازين، وأيضا تنشيط وتفعيل
دور إيران، ولا بالمقابل لابد من حوار جدي على الأقل أن هذه البلدان تكون مالكة حقيقية لقرارها ولمقدراتها. هي بلدان أنا برأيي يعني لا أريد أن أستخدم عبارات، لكنها قرارها ليس بيدها، ولهذا برأيي مشروع الجانب الإيراني من الزاوية السياسية الصرفة، هذا حق للدول أن تدافع عن مصالحها وعن أمنها القومي بالضبط من مناطق الخطر، وفي الخليج هناك قواعد أمريكية وتهدد يعني مطامع في دول الخليجية لأنها منطقة حساسة في العالم، ومن حق إيران أن تطمع في دول الخليج، ومن حق دول الخليج أن تدافع عن نفسها بتحالفها مع الغرب أو تحالفها مع الآخرين، لأنها مسألة سياسية بحتة.